أكاديمية مصر للتنس الأرض تحييدا. إن شاء الله هنشتغل النهارده في بطولة رولان جاروس، هنتكلم عن البطولات الأربع اللي هم جراند سلام اللي هم الأربعة، رولان جاروس وويل بيلدون وأمريكا المفتوحة وأستراليا المفتوحة. هنبدأ هنتكلم إن شاء الله في الفيديو ده عن بطولة رولان جاروس اللي هي فرنسا المفتوحة اللي هي بتقام في فرنسا في باريس. بطولة فرنسا المفتوحة لكرة التنس هي واحدة من بطولات الأربع جراند سلام اللي احنا اتكلمنا عنه، قلنا رولان جاروس وويل بيلدون وأستراليا المفتوحة وأمريكا المفتوحة. طبعا هي من كور طب هي من ألعاب المضرب المحببة لدى الغرب بالذات يعني، وأتمنى الوطن العربي برضه يكون يعني، وفعلا في لها شعبية جامدة في الوطن العربي لما بتقام هذه البطولة. تقام سنويا في مدينة باريس. وانطلقت دورة رولان جاروس، هي دورة قديمة جدا، انطلقت سنة 1891 ميلادية، وبدأت أول دورة نسائية سنة 1897. يعني أول ما بدأت كان البطولة دي مختصة على الرجال فقط، من 1891 لحد 1897 تقريبا حوالي 6 سنوات كانت مختصة على الرجال فقط. وسميت بهذا الاسم رولان جاروس على اسم طيار فرنسي كان اسمه رولان جاروس، فأطلقت عليه الطيارة دي، وقعت في المنطقة دي فأطلقت في نفس المنطقة اللي موجودة في رولان جاروس، وسميت الدورة بنفس هذا الاسم في فرنسا. وكانت مقصورة على الفرنسيين فقط، يعني هي أول ما بدأت الدورة بدأت سنة 1891 وكانت مقصورة على الجماعة الفرنسيين. بدأت من 1925 الأوروبيين اللي هي عبارة عن بريطانيا وحوالينا في أوروبا بدأوا يشتركوا في هذه الدورة، ثم أصبحت دورة عالمية، جميع العالم بيشتركوا فيها تقريبا، لأنه بيبقى موسم رياضي جميل جدا في رولان جاروس. بدأت طبعا في بدايتها زي ما قلنا كانت مختصة على الجماعة الفرنسيين، دخلوا الأجانب كلهم في هذه الدورة وبقت بطولة جميلة جدا. البطولة دي ألغيت تقريبا سنة 1940 لما قامت الحرب العالمية الأولى سنة 39، توقفت الحرب وتوقفت حوالي 4 سنوات، وحتى سنة 45 توقفت فترة في الحرب العالمية الأولى، وأيضا برضه في الحرب العالمية الثانية لما قامت سنة 1939 وانتهت سنة 45 برضه كانت يعني الأولى توقفت من 14 ل 19 والثانية من 39 ل 45. الفترة ديت الدورة ما قامتش فيها. تقام البطولة في رولان جاروس على الملاعب الترابية، هي ميزة البطولة ديت في فرنسا بيخش جميع اللعيبة بقى زي الكباتن الكبار بيشتركوا في هذه الدورة على مستوى العالم. طبعا على اول 10 نجوم الاوائل دول بيخشوا فيها على طول بدون تصفيات، وبيبداوا يصفوها لحد ما يوصلوا تقريبا في الافهار دي 128 فرد، ويبداوا يصفوها على مستوى الاول والثاني والثالث، بتبقى ليها توزيع الكواليس. احنا قلنا الميزه بتاعت الدوره ديت ان هي على الارض الحمراء اللي هي الارض الترابيه، لان التنس طبعا بيختلف تماما عن الارض الصلبه عن الارض الحمراء. يعني احنا لو ان شاء الله لما ننطلق من البلدان واستراليا المفتوحه وامريكا المفتوحه هتلاحظ ان اللعبه عليها على الاراضي الصلبه، انما في الاراضي الترابيه اللي هي الاراضي الحمراء اراضي جميله جدا، بس طبعا بيبقى لها عيوب، بيبقى فيه المطر، وخاصه في الموسم ده في الاقام امطار كتيره جدا في رولان جاروس، بتتوقف الدوره فترات طويله جدا، فبالتالي هناك بداوا من سنتين تقريبا عملوا ملاعب تغطى ملاعب دوليه كبيره جدا بتغطى، لان بصراحه بتبقى فيها استمتاع كبير جدا، لان المطره دي بتقلل من استمتاع اللعيبه وبتخليهم ان هم في ملل على ان الدوره هتقام لا مش هتقام وكذا، فبداوا يعملوا ملاعب عملاقه على انها تبقى ضد المطره والجمهور اللي متواجد فيها. رولان جاروس هي من اهم البطولات في عالم التنس، ويشارك فيها جميع عظماء لعيبه التنس بيشتركوا في هذه الدوره، لان بيعتبر دوره رولان جاروس من الدورات اللي هي طبعا لها قدم، طبعا زي ما قلنا هي قامت سنه 1891 ولها قدم جامده جدا ولها ترويج على من ناحيه السياحه لفرنسا، لها ترويج بالنسبه لاوروبا، لها بيبقى لها مذاق خاص هذه الدوره. وهي بتقام في الفتره من حوالي اخر اسبوع في مايو الى اول اسبوع في شهر يونيو اللي هو شهر 6، يعني بتقام في اخر 5 ثم تبدا وتنتهي في اخر اسبوع من شهر 6 من كل سنه. وتقام تقريبا حوالي اسبوعين او اكثر، ويشارك في تلك الدوره قلنا حوالي 128 لعيب بعد التصفيات اللي بتحصل، طبعا بيبقى في تصفيات بينهم لحد ما توصل 128 لاعب، ولها جوائز بتصل الى حوالي 6 مليون يورو،
يبقى الدوره ديت ليها حوالي بالنسبه للجواز بتاعتها بتوصل حوالي 6 مليون و36 مليون يورو، بتبقى مبلغ ضخم جدا تقريبا يعني يعادل حوالي 80 مليون دولار امريكي. والدوره بصراحه بتبقى ليها معجبيها وفي الوطن العربي في اوروبا في امريكا في استراليا في اي دوله في اي دوله في العالم بيبقى ليها ترويج اعلامي كبير جدا. وان شاء الله نتقابل في دوره ثانيه، وشكرا بشكل كبير.